منورتنا النهارده هتكون عن الاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. النادي الاهلي يا جماعه بيغرد لوحده في الصداره سواء في مصر او افريقيا، وده الحقيقه مخلينا كجماهير بنفتخر دايما بانتمائنا ليه، لانه موجود مع كبار انديه العالم، نادي اللي ماشي على اصول كره القدم وملتزم بيها وبكل الاسس اللي حطها الاب الروحي للرياضه لما قال ان الكوره جانب اجتماعي. وعشان كده الاهلي بيعامل الكل بنفس التعامل الراقي، والحقيقه ان احنا بنشوف شخصيته وقوته في الاوقات الصعبه، لما بيعوز يرد على انتقادات او هجوم او اي حد بيكون الرد في الملعب. علشان كده الحقيقه ان احنا دايما بندعمه طول الوقت. النادي الاهلي بيخلي كل واحد مننا عارف قيمه النادي اللي بينتمي ليه، وبندافع عنه بروحنا في كل مكان. ما بنرضاش ولا بنقبل بغير انه يكون في الصداره، لانه ده المكان الطبيعي للنادي الاهلي. بالظبط يا هند، يعني لازم نتكلم عن حاجه مهمه جدا، هي ان النادي الاهلي لحد دلوقتي، ودي حاجه تفرحنا طبعا كلنا ولازم نذكرها، مسيطر على الارقام القياسيه في بطوله الدوري. ارقامه هي الاكثر والاشهر في تاريخ البطوله من اول نشاتها، يعني بطوله الدوري هي البطوله المفضله للاهلي، فلازم كلنا نبقى عارفين ده، وجماهيره والبطوله الاساسيه اللي كلنا كنا متعودين عليها من غير اي حسابات. لكن للاسف شمس الدوري غابت عننا للاسف في اخر نسختين لاسباب كتير جدا اتكلمنا فيها كتير، وعشان كده اكتر حاجه همنا دلوقتي ومخليانا ما بنتكلمش غير عنها هي رجوع البطوله لينا من تاني. كلنا مبسوطين ومقررين كمان اننا ما نتنازلش عنها ابدا، ودورنا كجمهور واعلام اننا نكون في ظهر نادينا ووراه في كل مكان لحد ما نرجع البطوله لدولابنا تاني وحضننا من تاني. عشان كده بجد بجد كلنا فرحانين بالاداء والنتيجه اللي بيقدمها الاهلي في اخر مباراتين، ومتحمسين جدا ومش هنتنازل، يعني مفيش ان شاء الله تنازل. صح، وخصوصا يعني اللي انت بتقولي ده طبعا حقيقي، خصوصا انه لحد دلوقتي الحمد لله بس نمسك الخشب ده ان شاء الله يبقى خشب. ما عندناش اي خساره في بطوله الدوري، يعني احنا لعبنا 12 ماتش فزنا في 9 وتعادلنا في 3، وده مخلينا الحمد لله متصدرين الدوري بفارق 5 نقط عن اقرب منافسينا، علشان يكون كل حد في مكانه الطبيعي. ومن الحاجات اللي مخليانا برضو فرحانين هو حاله الفوقان اللي جت للاعيبه كتير في الفريق ورجوعهم لمستواهم القوي اللي احنا كلنا كنا متعودين عليه. يعني على سبيل المثال مثلا عمرو السوليه، عمرو السوليه كان سبب في فوزنا في ماتشين ورا بعض اللي هم بيراميدز وامبي. نروح لمحمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه اللي تعرض لانتقادات من الجمهور وضغط من الجمهور، وكان يعني محطوط عليه ضغط كبير جدا الفتره الاخيره، ولكن اول ما جاب الهدف عمل واحده من اعظم اللقطات الحقيقه واعظم الاحتفالات اللي شفناها، وهو انه راح اعتذر للجمهور وقال لهم انتوا والاهلي فوق راسي. والحقيقه خلينا نحيي قفشه على واحد من الاحتفالات العظيمه اللي اتعملت. يعني محمد هاني كمان بيقدم اداء ولا اروع، سواء هو حسين الشحات، الشناوي، علي معلول، كلنا كده حاسين بتفاؤل. وخصوصا كمان يا جماعه احنا في ميركاتو الشتوي او في موسم الانتقالات اللي احنا فيه دلوقتي، في صفقات جديده عملناها علشان تخلينا نقدر ننافس على كل البطولات اللي مشاركين فيها، وده شيء يا اميره بيخلينا متفائلين الحقيقه. يعني احنا ماشيين زي بيقولوا ايه، بيبي ستيبس كده بشكل متزن. مظبوط، وكلها خطوات فعلا يعني توحي بالامل والتفاؤل ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. وعايزه برضو اكمل على كلامك يا هند، ان دايما اللي بيميز الاهلي عن غيره هي الروح. عندنا روح عاليه قوي، روح الانتصار اللي بتكون معانا فين ما نروح وعلى اي ملعب، الروح اللي مخليانا كجمهور احلامنا بالبطولات والانجازات ملهاش نهايه. احنا برضو نادي دايما بيطمح في كل شيء، دايما عايزين نكسب، بنكون لسه مخلصين بطوله وبنفكر على طول في اللي بعدها. هو ده السبب اللي بيخلينا كجمهور بنضغط على لعبتنا، وبنكون عاملين لهم يعني زي المنبه بتاعهم كده، لو في اي حاجه مش صح صوتنا في المدرجات هو الحافز اللي بيخلي اللعيبه تستعيد الثقه من تاني بسرعه. وده مش اخر، ده مش في اخر مباراتين بس، ده الطبيعي فعلا بتاع جمهورنا. واحنا مبسوطين جدا بعوده الروح والثقه اللاعبين اللي ادوا الفوز والاداء القوي، سواء كان في مباراه بيراميدز او انبي. والفوز في المباراتين دول ما كانش فوز عادي بثلاث نقاط عاديه، لا كان رساله قويه لكل الفرق اللي كانت مفكره انها هتنافس وبتفكر انها تنافس الاهلي، وان الاهلي مش قدها. ادينا شفنا كلنا حساباتنا كلها اتشقلبت ازاي وحصل لهم ايه، بمجرد انهم حسوا بس ان الاهلي رجع وفاق. الاهلي يعني ما تقدرش تتوقع، الاهلي مش بتاع خساره يعني، واحنا دايما عندنا كجمهور عندنا دايما امل في الاهلي ان هو
دايما هيبسطنا يعني ده حقيقي. امل الجمهور ده صح صح هو اللي ثقه الجمهور في الاهلي، وده يودينا لحته انه الاهلي يا جماعه هو مش نادي، الاهلي ده منظومه كلها مبادئ، المبادئ دي بتمشي كل الامور على خط واحد. صح. مهما تغيرت الاشخاص والناس اللي موجوده، المنظومه منظومه متكامله جماعيه استمرت ومستمره من سنين طويله جدا وهتستمر سنين طويله جدا. المنظومه دي هي اللي حسمت اهم المباريات، هي اللي حسمت اهم البطولات والانجازات، عشان النهارده نقدر نشوف القلعه الحمراء هي الاكثر تتويجا في العالم بالبطولات ب 100 في 141 مناسبه بعد ريال مدريد. والحقيقه انه لما انت بتتكلمي عن الجمهور من اكثر ومن اقرب الهتافات لقلبي على الحلوه والمره معاك اللي بيقولها الجماهير وبنقولها كلنا، والحقيقه دي مش مجرد جمله بتتقال، دي حقيقه وواقع بنعيشه كلنا حقيقة. عشان كده احنا دلوقتي بنرفع القبعه لادارتنا للاعيبتنا وبنقول لهم شكرا، وبنقول لهم كمان ان احنا واثقين ان انتوا قدم مسؤوليه سواء في الدوري افريقيا او كاس العالم للانديه. هنلعب لاخر ثانيه ومحدش هيبخل باي مجهود، وطبعا مش هنقدر ننسى لاعبينا المصابين وبنتمنى لهم الشفاء العاجل، وبنتمنى كمان التوفيق لكل اللاعبين الجداد اللي جايين الصفقات الجديده اللي جت الاهلي.